السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في استديو المدرسة العالمية الخاصة، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعرفكم عن نفسي، أنا الطالب مجد وسيم عباس من الصف التاسع. بالبداية نحلل لكم المباريات لدوري أدنك للمحترفين، وكانت أبرز المباريات هي مباراة شباب الأهلي والجزيرة الذي استضافها شباب الأهلي في استاد آل راشد في دبي، والتي انتهت 2-1 لصالح المستضيف شباب الأهلي، وأتى الهدف الأول من شباب الأهلي عن طريق خليفة الحمادي لاعب الجزيرة عن طريق الخطأ، وأتى هدف التعادل من ضيف نادي الجزيرة عن طريق برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 87، وأتى هدف الفوز المستضيف في آخر أنفاس المباراة عن طريق يوسف جابر، وفاز الوسط على غريمه الشارقة بنتيجة 1-0. وبالنسبة لكلاسيكو الإمارات والقمة، مباراة الزعيم العناوي والعناب الوحدة التي استضافها نادي الزعيم العناوي في ملعبه استاد الزع بن زايد في العين، والتي انتهت 3-2 للعنابي بعد أن أحرز سفيان رحيمي هدفان. وبالنسبة للدوري الإنجليزي، انتهت مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في التعادل السلبي. وأما بالنسبة لمباراة القمة ليفربول والسيتي التي انتهت ب 1-0 مقابل لا شيء بعد أن أحرز اللاعب المصري محمد صلاح الهدف في ملعب الأنفيلد. والآن نذهب على المستوى الفرنسي، وبالنسبة لكلاسيكو فرنسا التي كان بين باريس سان جيرمان أند أولمبيك مارسيليا التي انتهت ب 1-0 بعد أن أحرز نيمار جونيور الهدف الأول في ملعب البارك دي برانس. والآن نذهب على مستوى إسبانيا، كان هنالك كلاسيكو مثير بين ريال مدريد الملكي والكتالوني برشلونة، فاز الملكي على غريمه الكتالوني بنتيجة 3-1 بملعبه سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد أن أحرز بنزيما وفالفيردي ورودريجو 3 أهداف، وسجل في آخر دقيقة لاعب برشلونة فيران توريس، وانتهت المباراة بتصدر الملكي الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، ويليه برشلونة ب 22 نقطة. وأما على أخبار البارحة، أخذ جافي جائزة أفضل شاب لموسم 2021-2022، ويليه كامافينجا لاعب مدريد، ويليه أيضا الثالث جمال موسيالا. وأما على البلندور التي كنا ننتظرها، فأخذها كريم بنزيما بعد أن لعب 52 مباراة وأحرز 48 هدف و16 أسس، ويليه ماني كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي المتألق للموسم الماضي وهذا الموسم أيضا. وأما على المستوى النسائي، فأخذت لاعبة برشلونة أليكسيا بوتيلاس جائزة البلندور، ومن ثم بيث مياد لاعبة الأرسنال، وسار كيلار لاعبة تشيلسي. حاليا معنا لقاء صحفي مع الأستاذ غيث شوقي، نسأل بعض الأسئلة عن حفل البارحة اللي هو قدمته مجلة فرانس فوتبول. رأيك أستاذ غيث بالمجمل بالمجلة والحفل؟ ممتاز، أهلا وسهلا فيكم جميعا، وشكرا على استضافتي في هذا الاستوديو الرائع. شكرا. والله كان حفل كثير رائع بصراحة. الأمس أنت يوم ما يتزين عندك الحفل بزيزو رونالدو أنت ما تقدر تحكي أي شيء ثاني، ويوم يتزين بهذا بلويس فيجو، يعني 3 كرات ذهبية أو أربع كرات ذهبية في هذا الاحتفال، بكون احتفال كثير مميز بصراحة. وبنشكر مجلة فرانس فوتبول على هذا الأداء. شو رأيك بجائزة سقراطيس للملتزمين بالأعمال الخيرية؟ هل ماني بيستحقها؟ والله شوف، هاي جائزة جديدة بصراحة، يعني غريبة هي بصراحة بعالم كرة القدم. يعني أنت بتحكي جائزة أعمال خيرية، طب إيش إلها علاقة؟ أنا بصراحة هو مش بيستحقها، هو اللي اخترعها. أنا ماني، يعني بالنسبة لي لو ما في ماني ما كان شفنا هاي الجائزة موجودة. ماني هو من أول ما احترف كرة القدم قرر إنه يعمل لبلاده أكثر ما يعمل لنفسه. يعني هو بحكي لك أنا مش بضرورة أشتري ساعة غالية، مش بضرورة أكون عندي 3-4 سيارات غاليين، أنا مساعد إن أبني مدارس، أبني جامعات، أو أبني مستشفيات ببلدي، وهذا بكفيني وبكفيني. وإحنا نتشرف باللاعب ماني، لاعب مسلم، وهاي هاي تقاليد الإسلام، وهذا اللي إحنا بنعمل إله إن شاء الله.
هل برأيك بالنسبة للكرة الذهبية لأفضل لاعبة، هل لاعبة برشلونة للوسط أليكسا تستحقها أم كانت لاعبة تشيلسي كير بتستحق أكثر؟ والله شوف أليكسا يعني الموسم الماضي قدم، الموسم قبل الماضي يوم ربحت الكرة الذهبية كانت رائعة تستحقها ما يعني بدون منازع، بس بالنسبة لي للموسم هذا لا تستحقها بصراحة، لأنه تبع تشيلسي أقوى، وبنفس الوقت هي كانت مصابة بمعظم الأوقات، إصابة ركبة خطيرة، ما لا أعتقد، بس يمكن مشان برشلونة يعني ممكن نحكي دعم لبرشلونة أكثر منه لدعم للاعب نفسه. هل برأيك إن روبرت لوفندوسكي مستحق جائزة جيرد مولر اللي هي أفضل مهاجم؟ هو هاي كمان نفس الإشي، هاي الجائزة صنعوها لمرضاة الحالة. يوم أنا أقدم بألفين 2020 everything. ما رأيك جائزة جيرد مولر مستحقها ليفاندوسكي ولا كان في ظلم لإمبابي أو بعض اللاعبين المهاجمين؟ روبرت ليفاندوفسكي هو لاعب خارق بصراحة، بألفين 2020 قدم يعني موسم خيال. ما بعرف ليش لغوا الكرة الذهبية لإله، فحبوا احنا يلا مجلة فرانس فوتبول بدنا نراضي اللاعبين، فبدنا نصير نخترع هدايا او جوائز، يعني بدناش نسميها طردية بس جوائز عشان يستمتعوا بالان اول انا طلعت من الحفل بجائزة معينة. هو يستحقها، يعني لا يوجد اي لاعب حاليا غير يعني هي كمان سبحان الله الموسم هذا تكونت له، وانا بما اني مشجع مدريدي يعني بتمنى انه ما ياخذ هالموسم الجاي لانه حاليا في برشلونه. طبعا هل برايك افضل حارس كورتوا اللي فازها كورتوا جائزة ياشي، هل بيستحق كورتوا او انظلم ادرسون واليسون بيكر ومينال اللي كانوا مرشحين كثير للجائزه؟ والله لو ما كان لو لم تعطى هذه الجائزه لكورتوا للعالم اصبح في ظلم شديد. يعني الأداء اللي قدمه في نهاية تشامبيونز ليج فيرسس ليفربول، يعني هم لاعبين بصراحة اثنين اللي كانوا يلعبوا محمد صلاح وتيبو كورتوا اللي معظم المباراة الأضواء عليهم، وأنا استغربت من ترتيب كورتوا مركز الخامس، هو لازم يعني على الأقل من المراتب الأولى الأربعة لهاي السنة، هو يستحقها بكل تأكيد. هل برأيك مانشستر سيتي بيستحق جائزة أفضل نادي لعام 2021-2022 ولا انظلم مدريد بالعلم إنه فاز دوري أبطال أوروبا وجوائز؟ هلا أنا ما بعرف شو المقاييس اللي أنت كمجلة فرانس فوتبول بتختارها بأفضل نادي، يعني أنت بتحكي كسنة واحدة. هلا أنا ما بعرف هل هي من شان الألقاب ولا من شان التعاقدات، يعني أنا برشح أكيد ريال مدريد إنه أقل نادي صرف بالميركاتو ريال مدريد. لاعب واحد طبعاً ولاعب في محله، يعني يوم يغادر عندك أفضل متوسط ميدان كاسيميرو فأكيد بدك تجيب بداله. فبالنسبة لي لا، أنا بفضل ريال مدريد، الضغوط اللي كان يعيشها، يعني إحنا لو نقارن السنتين أو الثلاث سنوات اللي كانوا بالكوفيد ما في نادي مع قدرة مالية قد ريال مدريد، يعني هو النادي الوحيد اللي يربح بالكوفيد، مع انه هاي جائحة عالمية في نوادي خسرت، بس انا برجح ما بعرف، انا بحس ظلم انه ظلم ريال مدريد وخاصة الرئيس فرانتينو بيريز على العمل الجاد اللي عملوه، وهاي انا كنت متوقعها لريال مدريد. والان نذهب على اهم جائزة كانت بالامس واللي هي الكرة الذهبية اللي فاز فيها كريم بنزيما، هل بيستحقها ولا انظلم محمد صلاح؟ يوم تحكي كريم بنزيما انت بتحكي الحكومة، يوم تحكي الحكومة انت بتحكي حكومة ريال مدريد، يعني انا كنت اسمع الحكومة من معلقين عرب، بس لم اعلم ان الحكومة فعليا يطلقون عليها لاعبين ريال مدريد كريم بنزيما حكومة. ليش؟ هو تقريبا 13 سنة في ريال مدريد من 2009، هو يعمل لأجل فريق لا يعمل لأجل ذاته. يوم كان كريستيانو رونالدو أوكي أنا بدعم لكريستيانو رونالدو، لأنه كريستيانو رونالدو في ريال مدريد وليس لكريستيانو رونالدو بشخصه، فهو يستحقها بالعمل الجاد، يعني بدون مبالغة
دوري ابطال اوروبا ما كان موجود لو ما سجل كريم بنزيما بالاهداف القاتله خصيصا في مباراه باريس سان جيرمان. لا هاي تخلد بصراحه. والاغلب يمكن هاي اول نسخه انه الكل متفق عليها. يمكن حتى هو نفسه لبنزيما انا بقول لك انا راح اخذها الكره الذهبيه والذهب لا يصدق. وكريم ان شاء الله السنه هاي بجد وبيترشح للمره وفعلا زي ما انت قلت يعني هاي النسخه من اول النسخ اللي كان الكل متفق انه بنزيما بيستحقها. ما كان في جدالات زي باقي المواسم زي مثلا موسم 2016 كان في كتير جدال انه لاعب ثاني بيستحق غير كريستيانو رونالدو. صحيح. طبعا نشكرك على تلبيتك للحفل اللقاء الصحفي. شكرا. الله يسلمك. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الاسبوع، والى اللقاء الى الاسبوع القادم يوم الثلاثاء باذن الله مع اخبار جديده لكره القدم وكافه الرياضات.